السلام عليكم. عليكم السلام. أقول لك شنو، ما تروح للمقام؟ أي طبعا بثماني أنتظرك، بس خلي أخابر صادق حتى يروح ويانا. يلا ماشي، في أمان الله. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ عليكم السلام. هلا صادق. أقول إحنا غير أول مرة نزور الإمام وبعدين نروح للمقام؟ أي طبعا نزور ونقضي الليلة من المقام، هي الونسة غير هناك. ونسة؟ على كيفك ويانا يا أبا، هو مو كل دين يا أبا. الظاهر أنتوا فاهمين الدنيا غلط. يلا فهمنا. واحد فلسف براسنا ويخربها للطلعة، وقلت لكم لا تخابرون صادق. يا أبا هي مو ماشية قوي وتشمر حكي، أنتوا تدرون شنو زيارة النصف من شعبان؟ أي زيارة بها ثواب، حالها حال كل زيارات الإمام الحسين عليه السلام. وبها فرحة ولادة الأئمة، وهاي هم ما تندري بيها. انتوا جاوبتوا جزء صغير من السؤال ونسيتوا شغله كلش مهمه، هاي الليله تاثر على مستقبل حياه كل واحد من عندنا، انتوا تدرون اهميتها تجي بعد ليله القدر؟ اول مره اسمع هذا الحكي بصراحه. انت شلك بهالحكي؟ والله امير ما جايب شيء من جيبه، هذا حكي الائمه. على هذا الحكي راح تلاس علينا، واحنا رايحين نفرفر ونتونس. عافي عليك، جبتها من الاخير، تتصور انه رب العالمين يشوفك انت جاي تخربط بهاي الليله، وامامك المهدي يشوفك، وانت تعصي الله عز وجل، شوفوا انتوا شلون هذا ايش راح ياثر على توفيقاتكم ومسار حياتكم.